السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالله في قناتكم مدون حبيب للمعلومات. لا تنسنا اشتراك القناة وتفعيل الجرس ليصلك الجديد. كيفاش تخرج دراهم بدون بطاقة ذهبية من صرف الآلي نتاع لابوست؟ نشوفوا كيفاش. ولازم لك يكون عندك بريدي موب، لازم تكون مسجل بريدي موب. إذا ما عندكش بريدي موب ما تقدرش تخرج دراهم بدون بطاقة ذهبية. وكنا نروحوا تطبيق بريدي موب كيف نديروا العملية ونروح نصرف الآلي ونخرج دراهم، ما تروحوناش بعيد خوتي. نروحوا لبريدي موب، لازم تكون مسجل في البريدي موب تقدر تخرج دراهم بدون بطاقة ذهبية. نديروا الكود تاعنا، نروحوا معاملات بدون بطاقة، نروحوا لهذه كليكوا عليها، نديروا عملية الزائد، نديروا مصدر، كليكوا على هذه، نديروا بدون بطاقة، السحب بدون بطاقة، المصرف الآلي، نختاروا انتهاء 31 أوت الساعة ديروا الوحدة، ديروا حسنا، ديروا مبلغ 200,000 بهذه الطريقة، ديروا إنشاء، تلك الرقم، عاوزانا الكود، دوكا نروحو صرف الآلي، نخرجو دراهم. خوتي هذا هو الرقم السري ليعطولك على البريدي موب، وكذلك يعطولك الكود اللي يتكون من ربط أرقام. هذا هو دوكا نديرو عملية تاعتنا. خوتي نضغطو على السحب بدون بطاقة، نضغطو على هذه، نديرو عربية، ندخل الكود اللي عطاوه لنا، خوتي بدون بطاقة، خوتي ما كان لا بطاقة لا والو. خوتي ها تخرج دراهم، خوتي لا بطاقة لا والو. يعطيك هذه شحال بقات لك، ها هي خوتي. بقات لي كتعدي 1,800,000 ناحية 200، بقات لي 16,600,000 بدون بطاقة خوتي لا والو. عجبكم هذا الفيديو لا تنسنا اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.